نفس الطريقة برضو 11 خطوة. يبقى أنا كده عملت إيه؟ خليت الكورة مشيت كده في الاتجاه ده 11 خطوة ورجعت تاني 11 خطوة عشان توصل للبنت الأولانية. لو عملناها كده لوحدهم، بصوا الكورة كده ورجعت تاني، ماشي؟ لو وصلنا بقى كده إن إحنا ننفذ، نشوف عملنا إيه من الأول. تمام، واخدين بالنا ليه الكورة بترجع تاني؟ لأن هي في الحالتين بتلمس البنتين، وأنا بقول لها أهي كل ما الكورة تلمس شخصية منهم تبتدي ترجع في الاتجاه ده.